الأحرار اللي كنتواجدوا اليوم في الملتقى الجهوي ديال الفيدرالية للمرأة التجمعية اللي فتحت لنا واحد الآفاق ديال الإكراهات اللي كتعيشها المرأة القروية عندنا في جهات بني ملال وخنيفرة وبالأخص في المناطق الجبلية كإقليم خنيفرة وإقليم أزيلال. المرأة القروية عندنا اللي ما واخداش حقها من التنمية، ولكن حنا كحزب وكحكومة كنشتغلوا باش تاخذ حقها، لا من التعليم ولا من الصحة ولا من التشغيل ولا من الطرق ولا من يدخل عندها حتى هي الضوء والماء تستفد، يعني من يعني تستفد حتى هي من التنمية الاجتماعية. وبهذه المناسبة كنت يعني من خلال يعني الرسالة ديالي للنساء القرويات يحاولوا يديروا لي تفليد، يكونوا جمعيات والتعاونيات اللي الحمد لله كاين بزاف ديال الطرق بالنسبه للدوله ديالنا اللي كتدعم التعاونيات والجمعيات بحال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكاين شتى الطرق حتى هاد النساء القرويات باش يمكن نفتحوا لهم واحد الافاق اللي يبدعوا في الانتاج ديالهم والحرف ديالهم يمشيو بهم لقدام، وحتى الجهه كتوفر واحد الفضاء ولا المعارض اللي ممكن يسوقوا المنتوج ديالهم باش يقضيوا الاغراض ديالهم. وبهذه المناسبه كنشكر الفيدراليه الوطنيه لمنظمه المراه التجمعيه اللي كتقوم بواحد المجهودات جباره من خلال هذه اللقاءات اللي كدير الجهويه، اللي الحمد لله كان لقاء ناجح بامتياز لواحد العدد ديال النساء المتوافدات من جميع الاقاليم ديال الجهه اللي غناو النقاش ورفعنا التوصيات يعني بالاضرار اللي كيعيشوها يعني جل المناطق عندنا في الجهه ديالنا. ورغم واحد الرساله او تنوصلها بالنسبه للحكومه ولا الحزب ديالنا بان حتى الجهه ديالنا ديال بني ملال وخنيفره ما خداتش حقها داخل الاقاليم، ماشي نقولوا غير في هذه الحكومه، يعني كان تراكمات ولا ورثه قديمه اللي كنطلبوا منهم الالتفات لهذه الجهه لانها راه كلها قرويه 80% كلها قرويه، وباش ممكن يعني نحققوا هذه الاكراهات اللي كتعيشوا المراه القرويه تيخصنا الامكانيات باش نواكبوها. والفضل الكبير كيرجع لسيدنا الله ينصرو اللي دائما حاط المراه يعني هي الاساس ديال التنميه والنهوض بها، واللي كنشوفوا الحمد لله كنشوفوا المراه دابا عندنا في جميع القرارات في القبه ديال البرلمان، وزيرات برلمانيات، رئيسه جامعات، رئيسه جهه، مستشارات جويات، مستشارات جماعيات في جميع المجالس، وكذلك في الغرف الفلاحه والصناعه. الحمد لله المراه عطات واحد الاشعاع كبير وكتشتغل بالنيه وبجديه وبكفاءه، وكتبقى لنا المراه القرويه اللي هي كتعاني بحكم انني بنت العالم القروي وكنسكن العالم القروي وقريبه من النساء القرويات، كنعيش معاهم المعاناه اللي كيعيشوها من تضحيه ومن الاكراهات، ولكن كتبقى المراه القرويه رمز النضال والكفاح والتضحيه للمواكبه اللي كدير الاعمال ديالها طول السنه، الاعمال الشاقه. ودائما كنحييو المراه القرويه وكنقولها وفقها الله لنا، ووفقنا الله ولأهل ما فيه الخير للبلاد والعباد تحت القياده الراشده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.